بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله. شابتر 2 بيتكلم عن الكيماب. الكيماب بيقولك هنا إن هي طريقة جرافيكال عشان أقدر أعمل بيها سيمبليفيكيشن للبوليان إيكويجن. المرة اللي فاتت البوليان ألجبرا واستخدمناها عشان نبسط الإيكويجنز بتاعتنا ونجيب مينيمايزد إيكويجن توصف الترو ستيبل أو الدايرة دي. وبعد كده كنا خدنا قواعد دي مورجان والبابل بوشينج والكلام ده كله استخدمناه عشان نبسط الدايرة. طيب في بقى ساعات هتلاقي ان البوليان الجبرا في حاجات بتبقى صعبة قوي ان انا ابسطها، فانا بستخدم الكيماب لان الكيماب سهلة جدا. كيماب بتتكتب ازاي؟ لو انا عندي كيماب لثلاثة فاريابل A و B و C، ف A و B دول كام فاريابل؟ اتنين. احتمالهم كان كام؟ اتنين أس اتنين اللي هو أربعة، يبقى عندي أربع خانات. الاحتمال الأول 0 0، الاحتمال التاني 0 1. بص بقى كتبنا ايه؟ 1 1 وبعد كده 1 0. مش المفروض ان 1 0 الأول وبعد كده 1 1؟ لأ، ما هو الأرقام دي مش مكتوبة بالباينر العادي، ده مكتوبة بالجري كود. الباينر العادي كنت هتلاقي 0 0 0 1 1 0 1 1، لكن هنا أنا بكتب 1 1 قبل 1 0. ليه؟ لانه مكتوب بالجري كود. طب ليه انا بستخدم الجري كود؟ لان الجري كود هيحقق شرط من شروط الكيماب. من شروط الكيماب ان كل رقم واللي بعده يكون التغير في بت واحد بس. هنا هتلاقي 0 0 0 و 0 1، الزيرو نازل زي ما هو والزيرو اتغير بقى واحد، فبت واحد بس اللي اتغير. طب اللي بعد كده هتلاقي ان الواحد نزل والزيرو بس هو اللي اتغير، يبقى تغير واحد. اللي بعد كده هتلاقي الواحد نزل وواحد بقى زيرو، يعني واحد يعني بت بس واحد اللي اتغير. لكن لو انا كنت كتبت 0 1 وبعد كده 1 0، هتلاقي ان الزيرو بقت واحد والواحد بقى زيرو، فاتنين بت اتغيروا، فدي ما تنفعش في الكيماب، فعشان كده بستخدم الجري كود. طيب بعد كده السي احتمالاتها 0 1، يبقى 0 1، يبقى عندي احتمالين في 4 احتمالات، يبقى خانة ب8. طيب تعالى كده هتلاقي 0 0 0، لو جيت اجيب ميني تيرم يوصفها هلاقيها ان هي A بار B بار C بار. ليه؟ لو عندي 0 وطالما 0 يبقى احط بار، الزيرو ده بيقابل البي يبقى البي عليها بار، الزيرو ده بيقابل السي يبقى السي عليها بار. تعالى ناخد واحد تاني 0 1 0، الزيرو بيقابل الاي يبقى الاي بار، والواحد بيقابل البي يبقى بي بس ما عليهاش بار عشان واحد، وبعد كده السي بار عشان زيرو. تعال ناخد ده 1 1 1، هتلاقي ان هي اي بي سي، وده جدول فيه الباقي. طيب تعال لو عندي كارنوف ماب بس الاربعه فاريبل اي وبي وسي، هنلاقي ان برضو اي وبي 4 احتمالات ومكتوبين بالجري كود، وبعد كده السي والدي 4 احتمالات ومكتوبين في الجري كود، يبقى 4 احتمالات في 4 احتمالات يبقى 16 خانة. تعالى كده نشوف الخانة دي لو جبنا الميني تيرم بتاعها، هتلاقي ان الاي بيقابلها 0 يبقى اي بار، البي بيقابلها 1 يبقى بي بس، السي بيقابله 1 والدي بيقابله 1 يبقى سي دي، وده جدول فيه الباقي، يبقى بص عليه. تعالى بعد كده بقى ناخد مثال عملي على الكارنوف ماب. هنا بيقول لي استخدم كارنوف ماب عشان تمينيمايز الايكويجن دي. طيب تعالى كده نعمل لها مينيمايزيشن بالبوليان الجبرا الاول. هتلاقي ان انا من هنا ممكن اخد اي بي مشترك، يتبقى لي 1 + سي، ونزل اي بي بار سي، واحد اور اي حاجة بواحد، واحد في اي بي باي بي يبقى اي بي اور اي بي بار سي. هلاقي ان انا من هنا ممكن اخد اي مشترك، لما اخد اي مشترك هيتبقى لي بي زائد بي بار سي. كنا نيجي لحد هنا ونقف، ليه؟ عشان القاعدة رقم 11 اللي احنا بننساها، فاريبل لوحده زائد الكومبلمنت بتاع الفاريبل مضروب في حاجة. كنت بعمل ايه؟ كنت بنزل الفاريبل ده وماخدش الكومبلمنت بتاعه واخد الباقي اللي مضروب فيه، فهتلاقي ان النتيجة في الاخر AB زائد AC. لما نستخدم كارنوف ماب المفروض ان الناتج ده هو اللي يطلع. طب تعالى كده نشوف، هتلاقي ان انا عندي 3 variable A و B و C، فده ميني تيرم وده ميني تيرم، بس ده مش ميني تيرم. عشان استخدم كارنوف ماب لازم كل الترمات اللي عندي تبقى ميني تيرم،
فعشان اجيب الميني ترم بتاع ده ممكن اضرب في الجزء الناقص اللي هو اي بي مضروب في سي زائد سي بار، سي زائد سي بار اللي هي بواحد، واحد لما يضرب اي حاجة في نفسها عشان اخليها اي بي سي زائد اي بي سي بار وافك. بس هلاقي ان في بعض المسائل ان انا لو استخدمت الطريقة دي هضرب في ترمات كتير جدا عشان اوصل المعادلة بتاعتي انها كلها تبقى ميني تيرم. طب في طريقة تانية اسهل؟ اه في اي بي يعني واحد واحد. طب والسي مش فارقة معايا، مش فارقة اذا كانت بزيرو او بواحد. طيب تعالى كده اي بي بواحد واحد، واحد واحد اهي. طب والسي مش فارقة معايا اذا كانت زيرو واذا كانت واحد، فاقوم حاطط واحد عندها هلاقيها ان هي اي بي سي زائد اي بي سي بار، هتطلع هي هي. طب تعال بعد كده اي بواحد بي بزيرو سي بواحد، واحد زيرو واحد، واحد زيرو واحد، هلاقي ان انا هحط واحد هنا. بعد كده عندي واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، هنلاقينا ان احنا علمنا عليها قبل كده. تعالى بقى بعد ما بنحط الوحايد على الكارنوف ماب بعمل ايه؟ باخد جروبات للحاجات اللي جنب بعض. الجروب بيبقى يا واحد يا اتنين يا اربعة يا تمانية يا ستاشر وهكذا، اللي هي اتنين أس حاجة، فعشان كده اتنين أس زيرو بواحد، اتنين أس واحد باتنين وهكذا. يبقى الجروب يا واحد يا اتنين يا اربعة يا تمانية يا ستاشر يا 32 وهكذا. ما ينفعش جروب تلاتة، ما ينفعش جروب خمسة، ما ينفعش جروب ستة. طيب هلاقي ان الاتنين دول جنب بعض، فممكن اخدهم جروب. الجروب اللي انا باخده ده الناتج بتاعه بيبقى البيتس اللي ما اتغيرتش. فتعالى كده الخانة دي، الخانة دي واحد واحد زيرو، واحد واحد زيرو، والخانة اللي بعدها واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، وده طبعا ال A، وده البت بتاع ال B، وده البت بتاع ال C. هلاقي ان ال A كان بواحد وبقى بواحد، يبقى المعادلة بتاعتي فيها ايه؟ هلاقي ان ال B بواحد بقت واحد، يبقى المعادلة بتاعتي فيها B. هلاقي ان ال C كانت زيرو بقت واحد، طالما اتغيرت يبقى خلاص كده انا ما ينفعش اخدها معايا، يبقى ده الترم الاول. زائد هنلاقي ان الاتنين دول انا ممكن اخدهم جروب مع بعض، الاتنين دول واحد واحد واحد، واحد زيرو واحد، واحد زيرو واحد، وده ال A وده ال B وده ال C. ال A ما اتغيرتش وال C ما اتغيرتش، لكن ال B اتغيرت، فالناتج النهائي يطلع AB زائد AC، هتلاقي نفس الناتج اللي احنا طلعناه ده. تعالى ناخد مثال تاني بس على 4 variable. تعالى هنا ده ميني تيرم وده ميني تيرم، بس دول مش ميني تيرم. فعشان نسهل على نفسنا تعال نقول ان ال A بواحد وال B بزيرو. طب وال C وال D مش فارقين معايا اذا كانوا بزيرو او بواحد. A بواحد و B بزيرو اهي في الصف ده، وال B وال C وال D مش فارقين معايا، فاقوم حاطط واحد. تعال بعد كده هتلاقي A اللي هي بواحد زيرو زيرو واحد، واحد زيرو زيرو واحد، هتلاقينا ان احنا حطينا عليه واحد قبل كده فخلاص. تعال اللي بعده سي ودي، يعني السي بواحد والدي بواحد. طب والاي والبي مش فارقين معايا، السي بواحد والدي بواحد هنا في الصف ده. طب الاي والبي مش فارقين معايا، فحط واحد واحد واحد، وانا محطوط واحد فمحطش تاني. تعال بعد كده تلاقي واحد 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 واحد، واحد 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 اللي هي هنا، وانا حاطه قبل كده فماخدوش تاني. هلاقي ان دول ممكن اخدهم جروب مع بعض اربعة. هلاقي ان الثابت هنا واحد زيرو اللي هي ايه، الثابت واحد
زيرو يبقى ايه؟ وبي بار. بار ليه؟ عشان البي قدامها زيرو. طب تعالى للجروب ده، هتلاقي ان الثابت هنا الواحد واحد اللي بيقابله مين؟ السي والدي، فيبقى سي ودي. طبعا انا جبتها كده بمجرد النظر، بس انت ممكن تمشيها خطوات عشان ما تتلخبطش. اللي هو ازاي؟ الخانة دي، تعالى مثلا ناخد اي بي بار، الخانة دي اللي هي واحد زيرو زيرو زيرو، واللي بعدها واحد زيرو زيرو واحد، واللي بعدها واحد زيرو واحد واحد، اللي بعدها واحد زيرو واحد زيرو. هتلاقي هنا ان الايه ثابتة في كله، وبي بار ثابتة في كله، لكن السي والدي بتتغير ما بين زيرو وواحد، يبقى ماخدهمش. وتعمل كده على الجروب ده هيطلع لك في الاخر الناتج ده. تعالى ناخد مثال كمان، لو جيت تبص هنا هتلاقي ان كل دول ميني تيرم ما عدا دي. طيب تعالى ناخدهم الاول وبعد كده نشوف دي. زيرو واحد زيرو زيرو، زيرو واحد زيرو زيرو، واحد واحد زيرو زيرو، واحد واحد زيرو زيرو، هنا زيرو زيرو واحد واحد، واحد زيرو واحد واحد، زيرو زيرو واحد زيرو، زيرو زيرو واحد زيرو، زيرو واحد واحد زيرو، زيرو واحد واحد زيرو، واحد 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 زيرو، واحد زيرو واحد زيرو. تعالى لده بقى، هتلاقي ان البي بزيرو والسي بزيرو والدي بزيرو. طب والايه؟ مش فارقة معايا اذا كانت صفر او واحد. فين اللي البي بزيرو فيهم؟ هتلاقي ان البي بزيرو في الصف ده، والبي بزيرو في الصف ده. طيب فين الصفوف اللي السي والدي بزيرو فيها؟ السي والدي بزيرو في الصف ده. هتلاقي ان العمود ده تقاطع الصف ده مع الصف ده، يعني الخانة دي والخانة دي، فأقوم حاطط عندهم واحد. تعالى بعد كده بقى ناخد جروبس. تخيل كده كارنو في ماب على شكل اسطوانة. الاسطوانة دي عاملة ازاي؟ هتلاقيها ملفوفة حوالين بعضها. فهنا عشان كارنو في ماب على شكل اسطوانة فملفوفة حوالين بعضها، فينفع اللي على الجناب اخدهم مع بعض. بمعنى كنت ممكن اخد الاربعة دول جروب لوحدهم، والاربعة دول جروب لوحدهم. بس لو عملت كده هلاقي ان انا بسطت المعادلة، بس مش بسطتها لأبسط صورة. فانا عشان كده هاخد التمانية دول مع بعض. شايف الاربعة اللي على الحرف دول مع الاربعة اللي على الحرف دول، اخدهم كلهم مع بعض كأنها ملفوفة اسطوانة حوالين بعضها. فالجروب ده تعالى كده نشوف هيطلع ايه. هتلاقي ان هو بمجرد النظر كده هيطلع دي بار. طبعا لو مش هتعرف تجيبها بمجرد النظر، هات كل خانة وشوف ايه الثابت وايه اللي بيتغير. ممكن اخد الاتنين دول جروب مع بعض والاتنين دول جروب مع بعض، هتتبسط بس مش لأبسط صورة. طب لو عايز ابسطها لأبسط صورة اعمل ايه؟ تعالى بص كده، هتلاقي ان دي لو على شكل اسطوانة فالاتنين دول اقدر اخدهم مع الاتنين دول، ويبقى الاربعة دول جروب واحد. تعالى كده نشوف هتطلع ايه. هتطلع سي بي بار. فكده احنا استخدمنا الكي ماب عشان نبسط بيها المعادلات، ودي الأمثلة اللي احنا حليناها. في أمثلة حليناها وفي أمثلة انتوا هتحلوها. الكي ماب بتحللنا مشاكل كتير وهنستخدمها كتير طول ما احنا شغالين. مسألة كده هتلاقيها كبيرة ومعقدة، لكن هي لا كبيرة ولا حاجة، وتتحل بالكي ماب بسهولة جدا. عندك دايرة، الدايرة دي بتاخد أربعة انبوت، أربعة انبوت ممكن نسميها A و B C D. لكن هنا هتلاقيه بيقولك ان الانبوت، تعالى كده نشوف الشكل ده معناه ايه. ايه تلاتة الى ايه زيرو، يعني عندك ايه تلاتة وايه اتنين وايه واحد وايه زيرو. تعالى كده
لو انا عندي 4 بت، ال4 بت وانسايند اقدر امثل بيهم كام رقم؟ لو تفتكر كده كنا قلنا الرينج من 0 ل2 اس ان ناقص 1، يبقى من 0 ل2 اس 4 ب16 ناقص 1 ب15، اقدر امثل بيها الارقام من 0 لحد 15. هنا هو كان جدع معاك في السؤال وقال لك ان هي بتمثل ارقام من 0 لحد 15. طب لو ما قاليش انا برضو فاهم، وفي اوتبوت اسمه بي، بي ده بيطلع ترو لو الرقم برايم، برايم يعني عدد اولي. طب ايه هي الاعداد الاولية؟ كانت 2 و3 و5 و7 وهكذا. وعندك برضو اوتبوت اسمه دي، دي ده بيطلع 1 لو الدي بيقبل اسم على 3. طب ايه هي الارقام اللي بتقبل اسم على 3؟ 0 و3 و6 و9 وهكذا. وخلي بالك ان الزيرو بيقبل اسم على 3، عشان المسألة اللي احنا هنحلها دي في ناس بتحلها على ان الزيرو بيقبل اسم على 3، في ناس بتحلها على ان الزيرو ما يقبلش الاسم على 3، بس الاصح ان الزيرو يقبل اسم على 3. فهنا بيقول لك هات بقى الايكويجنز اللي توصف الدايرة دي بعد الحكاية اللي انا حكيتها لك دي وارسم لي الدايرة. طيب تعال نشوف الحل كده. ادي الاحتمالات بتاعتي كلها، اللي هو العمود الاول بيغير كل 1 بت، العمود التاني كل 2 بت، العمود التالت كل 4، العمود الرابع كل 8، وادي ايه 3 2 ايه 1 ايه 0. وهتلاقي ان انا كتبت كده جنب كل رقم، الارقام دي باينري، فمثلا عندك 1 1 1 0 ده الديسيمال بتاعه 14 عشان اسهل على نفسي. طيب تعالى بعد كده نحط الاوتبوت بقى، هنلاقي ان الزيرو بيقبل اسم على التلاتة فاقوم حاطط عنده 1، هلاقي ان التلاتة بتقبل اسم على التلاتة فحط 1، الستة بتقبل، التسعة بتقبل، الاتناشر بتقبل، الخمستاشر بتقبل. طب تعالى بقى نشوف الموضوع البرايم ده، البرايم 0 و1 مش اعداد اولية، 2 و3 اعداد اولية فحطيت عندهم 1، 5 اولي حط 1، 7 اولي حط 1، 8 و9 و10 مش أول لكن 11 أولي و13 أولي. يبقى كده الترو ستيبل ده سهل جدا. عملت ايه تاني؟ كتب الاحتمالات بتاعتي كلها، وكل احتمال بيمثل لي رقم من 0 ل15، وبشوف ايه اللي يحقق الشرط بتاعي واحط عنده 1، وايه اللي ما يحققش وما احطش 1. وهتلاقي ان دول 2 اوتبوت مختلفين عن بعض خالص، يعني الدي ده ليه او ده اوتبوت والبي اوتبوت مختلف. اول لما الاقي الدايره بتاعتي بتطلع اكتر من اوتبوت، وخدها قاعده بقى عشان ممكن نحل بيها مسائل كتير، اي دايره بتطلع اكتر من اوتبوت بجيب معادله بوليان ايكويجن ما بين الاوتبوت والانبوت. فهنا هلاقي ان الدي ده اوتبوت، فاقوم جايب علاقه الدي بالاربعه انبوت، وادي معادلة، وبعد كده اجيب علاقة البي بالاربعة انبوت، ادي كده معادلة كمان. طالما جبت المعادلة الاولى والمعادلة التانية يبقى المسألة بتاعتي خلصت خلاص. طب لو كان عندي هنا اوتبوت كمان اسمه اكس، فكنت هجيب علاقة اكس بالانبوت ده ويبقى معادلة تالتة، وفي الاخر ارسم الدايرة وخلاص اتحل. لو حبيت اعبر عن المعادلة بتاعتي بسم اوف برودكت كنت بعمل ايه؟ كنت باخد اللي جنبهم 1، فكان ده هيبقى ايه 3 بار ايه 2 بار ايه 1 بار ايه 0 بار زائد ايه 3 بار ايه 2 بار ايه 1 ايه 0 وهكذا، واخد كل الوحايد. وبعد ما اخلص اقوم مبسطهم بالبوليان الجبرا، بس هلاقي هنا ان انا عندي 1 2 3 4 5 6 6 ترمات في 4 فاريبل. عشان ابسطهم الموضوع هيبقى كبير جدا، لكن لما استخدم الكيماب هلاقي الدنيا سهلة جدا. تعالى كده على الكيماب، ايه 3 وايه 2 كتبتهم وكتبت الاحتمالات بتاعتهم بالجري كود، بعد كده ايه 1 ايه 2 كتبتهم وكتبت الاحتمالات بتاعتهم بالجري كود، ايه اللي بيخلي الدي بواحد؟ 0 0 0 0، فاقوم رايح عند الخانة بتاعت 0 0 0 0 حاطط 1. طيب وبعد كده 0 0 1 1 0 0 1 1 اقوم حاطط 1، و0 1 1 0 0 1 1 0 واحط 1 وهكذا. وبعد كده بعد ما اخلص واحط كل الوحيد اللي عندي للدي، وخلي بالك انا دلوقتي شغال على الدي يبقى البي كاني مش شايفه اصلا،
لان البي ده هنجيب له معادلة لوحده توصفه بعد كده. هتلاقي هنا ان مفيش وحات جنب بعض اقدر اخدها، طالما مفيش وحات جنب بعض اقدر اخدها يبقى كده المعادلة ابسط صورة ليه. وتعالى نكتب كده المعادلة، هتلاقي ان دي المعادلة بتاعتها بالسام اوف برودكت، وما ينفعش تتبسط اكتر من كده. طب تعالى بقى للبي، شايف هنا عملنا ايه؟ كنا راسمين جدول للدي، خلصت الجدول ده اقوم عامل جدول جديد تاني وما اشتغلش في الجدول القديم اللي انا كنت عامله عشان هغلط، لا اعمل جدول جديد تاني، ادي ايه 3 وايه 2 وايه 1 وايه 0 وادي الاحتمالات بتاعتي كلها. تعالى نشتغل على البي، طالما انا شغال على البي يبقى الدي كاني مش شايفها. لو انا هشتغل سام اوف برودكت ايه اللي بيخلي لي البي بواحد؟ هلاقي 0 0 1 0 0 0 1 0 اقوم حاطط عندها واحد، اللي بعد كده 0 0 1 1 0 0 1 1 اقوم حاطط عندها واحد، وهكذا. بعد ما املى الكارنف ماب كلها، تعالى بقى ناخد جروبس مع بعض، هلاقي ان الاتنين دول ممكن يتاخدوا جروب مع بعض، فهيطلعوا لي ايه 3 بار ايه 2 بار ايه 1. جبتها ازاي؟ بمجرد النظر. مش عارف تجيبها بمجرد النظر، اكتب الارقام وشوف ايه الثابت وايه اللي بيتغير. اللي بعد كده ممكن اخد دول جروب وحطيتهم بلون مختلف عشان ما تلخبطش، دول هيطلعوا لي ايه 3 بار ايه 1 ايه 0، ودول ممكن اخدهم جروب وهيطلعوا لي ترم. وبص بقى، طالما الكارنوف ماب فيها واحد لازم اخد كل الوحيد اللي فيها اعملها جروب، فانا لو خدت الواحد ده لوحده صح والناتج هيطلع هو هو، بس مش هبقى بسطته لابسط صورة. طب عشان ابسطه لابسط صورة هعمل ايه؟ هلاقي ان احنا زي ما قلنا ان الكي ماب على شكل اسطوانة، فممكن اخد ده مع ده الحاجات اللي على الاطراف مع بعض، وفي الاخر ده هيطلع الحل بتاعي. هنلاقي هنا ان احنا جبنا معادلة توصف الدي في السلايد اللي فاتت ومعادلة توصف البي. بعد كده خلاص، طالما انا جبت المعادلتين دول انا كده المثال بتاعي اتحل بكل سهولة. لو كان هنا عندي اكس زي ما قلنا كنت هجيب علاقة الاكس بالانبوت بتاعي وكان هيطلع لي معادلة تالتة اجيبها بقارنه في ماب جديدة، وبكده المسألة بتاعتي تبقى اتحلت. اخر حاجة هو كان طالبها ان هو عايز يرسم الدايرة، طبعا عندي معادلة دي ومعادلة ب، هسيبكم انتوا ترسموها بقى مع بعض، هتلاقيها سهلة جدا ما فيهاش حاجة زي ما احنا كنا بنرسم قبل كده. تعال ناخد مثال تاني اللي هو البريوريتي سيركت. جيت كده حكيت لك حدوتة زي الحدوتة اللي فاتت، قلت لك ايه؟ قلت لك انا عندي دايرة، الدايرة دي بتاخد 4 انبوت ايه 3 ايه 2 ايه 1 ايه 0 وبتطلع لي 4 اوتبوت واي 3 واي 2 واي 1 واي 0. تقول لي استنى، انت قلت لي حاجة بسطت عليا جدا، طالما الدايرة بتطلع اكتر من اوتبوت يبقى همسك واي 3 اجيب علاقتها بالاربعة انبوت، وهجيب واي 2 واجيب علاقتها بالاربعة انبوت، واي 1 بالاربعة انبوت، واي 0 بالاربعة انبوت، فهيطلع لي اربع معادلات. اجيب الاربع معادلات يبقى الدايرة بتاعتي اتحل. عندي كام انبوت؟ ايه 3 ايه 2 ايه 1 ايه 0. الاحتمالات بتاعتهم كتبتها اهي كلها. بعد ما كتبت الاحتمالات ابص بقى ايه للجزء التاني من المسألة، هو بيشرح لي لسه بيحكي لي الحدوتة، بس انا قبل ما يكمل الحدوتة وقفته عشان اعمل كام خطوة الاساسيين. طب تعال نكمل بقية الحدوتة. بيقول لك اول لما بيلاقي واحد، يعني هنا لقى واحد عند كام؟ عند ايه زيرو، فيطلع عند واي زيرو واحد. لو لقى عند ايه واحد واحد يقوم مطلع عند واي واحد واحد. وبص هنا بقى ما يبصش للي بعد كده، يعني بيشوف الموست سيجنيفيكانت ترو، اول ترو يقابله يقوم مطلع عنده واحد وما يبصش على الباقي. تعال هنا كده هتلاقي ان هو هنا لقى ترو عند كام؟ عند ايه 2، فيقوم مطلع عند واي 2 واحد. طب والباقي يا عم الحاج ما يبصش ليهم اصلا ويطلع عندهم كلهم زيرو. طب تعال اللي بعد كده هتلاقي هنا لقى ايه 3 بواحد، يبقى هيطلع عند واي 3 بواحد. طب والباقي ما تبصلهمش اصلا والخارج بتاعهم بزيرو، هتلاقيه ان هو هنا لقى عند ايه 2 واحد، فقام مطلع عند واي 2 واحد.
طب والباقي مش هيبص لهم اصلا، مش فارق معاه اذا كان زيرو او واحد، وهيطلع عندهم كلهم زيرو. طب تعال بعد كده هتلاقي هنا ان هو لقى عند ايه 3 واحد، فيقوم مطلع عند واي 3 واحد، ودول مش فارقين معاه اذا كانوا زيرو او واحد كلهم، وهيطلع كلهم عندهم زيرو. هتلاقي ان هو لو لقى عند اي اي واحد، فيقوم مطلع عند واي اي واحد، والباقي مش فارق معاه. فلو لقى عند اي 3 واحد زي هنا كده، هيقوم مطلع عند واي 3 واحد، ومش هيبص على الباقي، وهيطلع عند الباقي كلهم صفار. هتلاقي هنا ايه بقى، طالما الباقي مش فارق معاك زيرو او واحد، بستخدم حاجة اسمها دونت كير. ايه الدونت كير ده؟ الدونت كير ده برمز له برمز الاكس، ومعناه ان انا مش فارق ده معايا زيرو او واحد، وبيفيدني ان انا ممكن ابسط بيه المعادلات. فهتلاقي هنا انه لقى واحد هنا، فخلاص ده مش فارق معاه، فبقى دونت كير. هتلاقي ان هو لقى واحد هنا، فدول مش فارقين معاه، ودول كلهم دونت كير. هتلاقي ان هو هنا لقى واحد، فمش هيبص على دول اصلا، مش محتاج يبص، فهتلاقي ان كل دول بقوا دونت كير. هتلاقي ان الجدول بدل ما هو كان كده اتحول للشكل ده، شلت اللي مش فارق معايا اذا كان زيرو او واحد وخليته دونت كير. بعد كده هتلاقي ان الصف ده هو هو الصف ده بالظبط في كل حاجة، والصف ده هو هو الصف ده في كل حاجة، والصف ده هو هو الصف ده في كل حاجة. فاحنا كنا واخدين قاعدة في الكام فيديو اللي فاتوا دول في البوليان الجبرا، ان انا لو عندي ايه ايه بار مثلا بي زائد ايه بار بي بتساوي ايه بار بي. ليه؟ عشان متكررين، واثبتناها في الفيديوهات اللي فاتت والكلام ده، بس كانت على الايه بس. فهنلاقي هنا ان في صفوف متكررة، اول لما الاقي ان في صفوف متكررة اخد واحد منهم بس واهمل الباقي لانهم مش فارقين معايا. فهتلاقي ان الجدول كان بالشكل ده، خدت صف من كل صف متكرر، فبقى المنظر بالشكل ده. فكده هتلاقي، بص، ان الجدول بدل ما هو كان كبير بقى بسيط جدا جدا جدا. خلاص كده انا بسطت الجدول بتاعي لأبسط حاجة ممكنة، بقى عندي 4 انبوت و4 اوتبوت. اخر حاجة اعملها بقى ايه؟ اجيب علاقة ما بين كل اوتبوت والاربعة انبوت. هتلاقي مثلا واي 3 واحد فين، عشان انا شغال سام اوف برودكت، هلاقيها واحد عند ايه 3. طب وايه 2 وايه 1 وايه 0؟ دونت كير، مش فارقين معايا. فلو جيت ابص كده المعادلة بتاعت واي 3، هلاقيها ان هي بتساوي ايه 3. طب ايه 2 وايه 1 وايه 0؟ دونت كير، فما خدتهمش معايا، مش فارقين معايا. طيب تعالى عند واي 2، لو انا عايز اجيب معادلة توصف واي 2 ازاي، هلاقيها ان هي واحد عند زيرو واحد، والدونت كير مش فارق معايا. زيرو واحد ده اللي هو كان ايه 3 بار ايه 2، زي ما كنا بنجيب السم اوف برودكت عادي. طب تعالى بعد كده الواي واحد، الواي واحد هلاقيها ان هي بواحد عند مين، عند ايه 3 بار ايه 2 بار ايه واحد، وايه زيرو مش فارق معايا، دونت كير فمخدوش. هتلاقي واي زيرو، واي زيرو بواحد عند زيرو 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 واحد، اللي هي ايه 3 بار ايه 2 بار ايه 1 بار ايه زيرو. طالما جبت الاربع معادلات بتوعي، يبقى كده السؤال بتاعي خلص. اخر حاجة هو كان طالبها ان انت ترسم الرسمة، هتلاقي ان الرسمة بالشكل ده سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة زي ما عملنا قبل كده. اخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الدونت كير، بس الدونت كير احنا خدناه لما كان في الانبوت. تعال هنا بقى لو الدونت كير كان في الاوتبوت، هتلاقي ان هو هنا في السؤال 228 في الكتاب بيقول لك find minimal boolean equation، هات ابسط معادلة توصف الجدول ده. وبيقول لك خلي بالك ان انت عندك حاجة اسمها الدونت كير، فلو الدونت كير دي هتفيدك في التبسيط خدها، لو مش هتفيدك ما تاخدهاش. ان الدونت كير احنا قلنا مش فارق معايا يا زيرو يا واحد. لو انا شغال
sum of product. لو هو بواحد، لو هو هيفيدني هعتبره بواحد، طب لو هو مش هيفيدني وهيصعب المعادلة أكتر هعتبره بزيرو فمغلوش. تعالى كده نشوف المثال ده، هتلاقي إن أنا عندي زيرو 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 زيرو، الـ output بتاعي don't care، فأقوم كاتبها على الكارنف ماب، هلاقي عندي زيرو 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 واحد بدونت كير اكتبها على الكارنف ماب، وهكذا اخلص الكارنف ماب كلها بتاعتي، هلاقي هنا عند واحد زيرو 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 بواحد، فاقوم حاطط واحد، احط الوحايد والدونت كير كلها. بعد ما اخلص بقى ابدا اخد جروبس، هلاقي ان الاتنين دول انا ممكن اخدهم جروب مع بعض، بس لما اخد جروب اتنين ويبقى عندي امكانية ان انا اخد جروب اربعة، لا الاربعة احسن، لان كل ما اكبر الجروب كل ما الاكويجن بتاعتي تبقى ابسط. فانا لو اعتبرت ان الدونت كير دول ده وده بوحايد، هقدر اخد اربع وحايد جنب بعض، لما اخد دول بوحايد يبقى الاربعة دول اقدر اخدهم جروب مع بعض فهيطلعوا لي ترم. طيب ايه تاني ممكن اخده؟ ممكن اخد الاتنين دول مع بعض، بس لو خدت الاتنين دول مع بعض انا قدامي فرصة ان انا اخد جروب اربعة، وجروب اربعة احسن، فممكن اعتبر ان دول بوحايد، لما اعتبر ان دول بوحايد اقدر اخد الاربعة دول مع بعض فيطلعوا لي ترم، ابسط ما اخد الاتنين دول مع بعض. ممكن اخد ايه تاني جروبس؟ هتلاقي ان انا في وحدين هم لسه ما استخدمناهمش، الدونت كير ممكن اخده ممكن ماخدوش على حسب هيبسط لي ولا لا، لكن الوحايد لازم غصب عني اخدها لاني شغال سام اوف برودكت، فاي ترو لازم اخده. طب لو خدت الاتنين دول مع بعض صح، بس مش هيبقى ابسط حاجة. ليه؟ لان انا لو اعتبرت انا كنت معتبر ان دول بوحايد، فايه رأيك لو اعتبرنا زي ما قلنا ان كي ماب على شكل اسطوانة، وخدنا الاتنين اللي على الحرف دول مع الاتنين اللي على الحرف دول كأنهم مع بعض، ادوني جروب أربعة أحسن من اتنين، فهتلاقي إن المعادلة الأخيرة بالشكل ده، بعد ما أشوف الثابت واللي بيتغير من الكيماب أقدر أطلع الواي بالشكل ده.